أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول المؤلف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، هل معنى ذلك أنه كافر؟ وهل ينطبق هذا الكلام؟ نعم، معناه أنه كافر إذا رفض السنة. وش بعدها الكفر؟ هذا كفر صريح. إذا قال ما نحتج بالسنة أبدا وإنما نحتج بالقرآن فقط، هذا كفر. نعم، أحسن الله إليك. ويقول في بقية سؤاله: وهل ينطبق هذا الكلام على من يرد أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد؟ هذا ما ينطبق عليه أنه يكفر، لكن هو على طريق الكفر، لأنه ما رد الأحاديث كلها وإنما يقول أحاديث الآحاد في العقائد فقط، أما الأحكام الشرعية والحلال والحرام فهو لا يردها، فهذا لا يحكم عليه بأنه ضال، يحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له ويصر على ما هو عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.